FM. الكلمة ليك. كود كار. عادة في كلامنا نقول تونس عندها رجال، وياسر نحكيه على رجال تونس اللي بناوا الدولة. يبدو أنه حان الوقت باش نعترف زادة بناء الدولة للمرأة اللي ساهمت فيه نساء تونس في شتى المجالات. ما فيها باس نتذكروا أسماء قعدت في التاريخ لا تنسى. نبيها بن ميلاد رئيسة اتحاد المرأة في تونس من عام 57 حتى 65، بشيرة بن مراد رئيسة اتحاد النساء المسلمات من 36 إلى 65، جلاديز عادة أمينة عام الاتحاد المرأة ب 48 و 65، توحيدة بن شيخ أول امرأة طبيبة طبيبة أطفال وتوليد عام 1955. من غير ما ننساو اللي المرأة التونسية قبل بناء الدولة ساهمت في الاستقلال والحركة الوطنية. وعلى ذكر المثال ليس الحصر، منوبية ورتاني، حبيبة منشاري، جيلدا خياري، شريفة سعداوي، شريفة مسعدي، سوزان جراد، زهرة بن مختار، إيسيا غالب، أسماء بالخوجة، أم السعد يحيى. ما ننساوش نساء اللي هبطوا للشوارع في 9 أفريل 1938 وقتها من الحلفاوين، ونساء اللي دخلوا للحبس ومورس عليهم التعذيب، أمنة بن إبراهيم اللي استشهدت تحت التعذيب، ومجيدة بوليلة الحامل اللي توفيت نهار الولادة متاح. كود كار. كاب أف أم. الكلمة ليك.